اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم سايبا نافعا، اللهم سايبا نافعا. دي مكة يا حبايب قلبي، الآن ما شاء الله تبارك الله شايفين السيول ما شاء الله، رغم المية دي كلها ما شاء الله في ثانية ما بتلاقيش أي حاجة، بس سبحان الله على الخسائر. شايفين السيارات، سبحان الله، شايفين الناس. ربنا يعوض على أصحابها يا رب، الله يعوض عليهم يا رب، الله يعوض عليهم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شايفين المطر يا حبايب قلبي في مكة، اللهم اجعله غيثا نافعا يا حي يا قيوم برحمتك وقدرتك يا أرحم الراحمين، وعوض على أصحاب السيارات يا رب. شايفين الخسائر، سبحان الله. دي العتيبية يا حبايب قلبي، ده الشارع العام في العتيبية. الشارع ده يا حبايب قلبي بيعدي على مقابر المعلاة جنب الحرم، مدفونة فيها السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الشارع العام بتاع العتيبية. طبعا احنا قضينا 7 سنوات في السعودية، من أجمل سنين عمري والله في العتيبية دي. حي شعبي زي العباس القديم كده، بس حاجة ما شاء الله تبارك الله. العتيبية دي أحلى مكان، فيها كل حاجة، فيها المحلات، فيها الفاكهة، فيها الخضار. ربنا يرزقكم بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقكم بزيارة مكة ما شاء الله. ده شارع الحج يا حبايب قلبي، ده شارع الحج برضه بيودي على الحرم. ربنا يوعدكم بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب، وتصلوا في الروضة وربنا يكتب. يا رب الطف بعبادك يا رب. يا اخوان صاحب السيارة هذيك فيها، السيارة هذيك فيها ناس؟ شوف اصحاب تهامة ما شاء الله، كيف تجي بس تلف علب السيارة؟ لا شار السيارة سحبها. هذا ألف بين السيول هذا.